بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط، سنتكلم اليوم عن الصوت والضوء. الصوت والضوء موجات تنقل الطاقة من مكان إلى آخر. الموجات تنقل الطاقة بعيدا عن الجسم المهتز، سواء كانت موجات صوت أو موجات ضوء. موجات الصوت هي موجات طولية تنتقل فقط عبر المادة، فموجات الصوت يا شباب لا تنتقل خلال الفراغ، ولكن تنتقل خلال الأوساط المادية فقط. الموجات الطولية تسبب حركة دقائق المادة إلى الأمام وإلى الخلف في اتجاه انتشار الموجة نفسها. الموجات الطولية سبق وأن قلنا أنها تتكون من تضاغطات وتخلخلات، فالموجة الطولية كما نرى أمامنا هي تتكون من تضاغط وتخلخل، فهذه المنطقة هي منطقة تخلخل. الموجات تكون متباعدة عن بعضها، يليها منطقة تضاغط فيها الموجات متقاربة ثم تخلخل ثم تضاغط وهكذا. موجة الصوت تعتمد على الأوساط الناقلة، هل هي سائل، هل هي غاز، هل هي صلب. وأمامنا معادلة حساب سرعة موجة الصوت. سرعة الموجة تساوي الطول الموجي لها في التردد. السرعة وحدة قياسها متر على الثانية، الطول الموجي بالمتر، أما التردد فهو بالهرتز. فسرعة الموجة تقاس بوحدة متر على الثانية. الضوء هو موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية تنتقل عبر المادة وفي الفراغ. الضوء هو موجة كهرومغناطيسية تنتقل عبر الأوساط المادية وفي الفراغ. لا يشترط الضوء وسط مادي، فهو ينتقل في الأوساط المادية وفي الفراغ. ما هي ظاهرة حيود الموجة؟ الموجات لها خاصية الحيود، سواء موجات الصوت أو موجات الضوء. يعني إيه حيود الموجة؟ هو انعطاف الموجة حول حواف الأجسام. الموجات تنعطف وتدار حول حواف الأجسام. كيف نستطيع سماع الصوت؟ نستطيع سماع الصوت الناتج عن غشاء الطبلة المهتز، وذلك لأن الطاقة قد انتقلت على شكل موجات صوتية من الغشاء إلى الأذن. وموجة الصوت يا شباب هي موجة طولية تنتج عن اهتزاز الأجسام. الصوت ينتج عن اهتزاز الأجسام المحدثة له. لا يوجد صوت بدون اهتزاز للأجسام. يعني يا شباب لو عندك كرسي موجود على الأرض، إذا تحرك الكرسي يصدر صوت، إذا تحرك الباب يصدر صوت، إذا تحرك الكتاب على الطاولة يصدر صوت. فالصوت لا ينتج إلا عن طريق اهتزاز الأجسام. هل تنتقل الموجة الصوتية في الفراغ؟ الصوت لا ينتقل في الفراغ، وإنما ينتقل خلال الأوساط المادية. ينتقل
لكي ينتقل الصوت لابد من وسط ناقل، سواء كان هذا الوسط الناقل غاز مثل الهواء أو سائل مثل الماء أو صلب. وانتقال الصوت في المواد الصلبة أو الأوساط الصلبة أسرع من انتقاله في المواد السائلة والمواد الغازية. الصوت يحتاج إلى وسط مادي ينتقل فيه، لأن الصوت ينتقل نتيجة تصادم جزيئات الوسط أو دقائق الوسط على ما تعتمد سرعة الصوت. تعتمد سرعة الصوت على نوع الوسط الذي ينقل الصوت، هل هو غاز، هل هو سائل، هل هو صلب. كذلك تعتمد سرعة الصوت على درجة الحرارة، كلما زادت درجة الحرارة زادت سرعة الصوت، وكلما قلت درجة الحرارة قلت سرعة الصوت. ايه هي شدة الصوت يا شباب؟ هي كمية الطاقة الصوتية التي تحملها الموجة التي تعبر خلال مساحة معينة في زمن قدر واحد ثانية. شدة الصوت لها وحدة قياس، الطول يقاس بالمتر، السرعة تقاس بالمتر على الثانية، القوة تقاس بالنيوتن. فما هي وحدة قياس شدة الصوت؟ هي الديسيبل. الديسيبل هي وحدة قياس شدة الصوت. ما هي حدة الصوت؟ هي خاصية للصوت تعتمد على تردد موجاته. كلما كان تردد موجة الصوت كبير، كلما كانت حدة الصوت كبير، وكان الصوت يمتاز بأنه يكون رفيع. قل تردد الصوت، قلت حدة الصوت، وظهر الصوت غليظ. فحدة صوت المرأة أكبر من حدة صوت الرجل، لأن تردد صوت المرأة أكبر من تردد صوت الرجل، وبذلك يظهر صوت المرأة رفيع وعالي، أما صوت الرجل يكون غليظ ومنخفض. الأذن يا شباب تتكون من 3 مناطق رئيسية: أذن خارجية، السابق. أذن وسطى، أذن داخلية. الأذن الخارجية تتكون من الصوان، الجزء الخارجي من الأذن، السابق. هذا التالي. ما نراه هو الصوان. والصوان يا شباب وظيفته تجميع الأصوات وتوجيهها إلى القناة السمعية. الأذن الوسطى تتكون من طبلة الأذن و3 عظيمات صغيرة، هي المطرقة والسندان والركاب. المنطقة الثالثة هي الأذن الداخلية، تتكون من القوقعة، والقوقعة هي الجزء المسؤول عن السمع في الأذن. القوقعة هي مركز الخلايا العصبية وهي المسؤول الرئيسي عن السمع، وتكون مبطنة من الداخل بأهداب. ما هو صدى الصوت؟ صدى الصوت يا شباب أحيانا الواحد يبقى واقف في مكان، إذا عل صوته وتكلم يتكرر سماع الصوت مرة ثانية. تكرار سماع الصوت مرة ثانية هذا هو صدى الصوت أو انعكاس الصوت. عندما يقابل الصوت سطح عاكس يرتد مرة أخرى إلى جهة إصداره أو جهة الصوت الأصلية. فصدى الصوت هو تكرار سماعه مرة ثانية بعد انعكاسه عن الأسطح
العكس. ما هي الموجات الكهرومغناطيسية؟ الموجة الكهرومغناطيسية هي موجة يمكنها الانتقال في الأوساط وفي الفراغ. كم سرعة الضوء يا شباب في الفراغ؟ معظمنا يعرف أن سرعة الضوء في الفراغ هي 3 × 10^8 متر على الثانية، أي بما يعادل 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. الموجة الكهرومغناطيسية تتكون من جزئين، من اسمها هي تتكون من مجال كهربائي ومجال مغناطيسي، ينتج عن تراكبهما موجة كهرومغناطيسية. موجة كهرومغناطيسية. ما هو الطيف الكهرومغناطيسي؟ هو مدى كامل لكافة الترددات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية. نوع الموجات الكهرومغناطيسية لها أنواع كثيرة، منها أمواج الراديو والميكرويف والأمواج الراديوية، فهذه كلها أنواع من أنواع الموجات الكهرومغناطيسية. منها أيضا الموجات تحت الحمراء، منها أيضا الضوء المرئي والألوان، ومنها أيضا الموجات فوق البنفسجية. ويحتاج جسم الإنسان إلى القليل من التعرض لهذه الأشعة، وهي الموجات فوق البنفسجية، لتكوين فيتامين د. لتكوين فيتامين د. فالموجات تحت الحمراء والضوء المرئي والموجات فوق البنفسجية كلها من أنواع الموجات الكهرومغناطيسية. عندنا يا شباب الأشعة السينية وأشعة جاما. الأشعة السينية لها خصائص، أولا طولها الموجي كبير، طاقتها كبيرة وترددها عالي جدا. الأشعة السينية لها قدرة على النفاذ خلال الأنسجة الطرية، أما العظام فلا تستطيع الأشعة السينية من اختراقها، ولذلك تستخدم في الكشف عن القصور في العظام، وتستخدم كأشعة للجسم. أشعة جاما لها طاقة أكبر بكثير من طاقة الأشعة السينية، ولذا تستخدم في قتل البكتيريا التي تسبب فساد الأطعمة في الصناعات الغذائية. الموجات الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس هي موجات ترسلها الشمس، تقع ضمن الموجات فوق البنفسجية والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء. أحيانا يا شباب نرى الأجسام جميعها لها ألوان، منها ما هو أحمر ومنها ما هو أخضر ومنها ما هو أزرق. ما هو سبب تكون الألوان للأجسام؟ هو انعكاس الضوء من الجسم، وتحدد الأطوال الموجية لهذا الجزء المنعكس من الضوء لون الجسم. ما عمل الخلايا العضوية والخلايا المخروطية؟ الخلايا العضوية خلايا حساسة للضوء الخافت، الخلايا المخروطية تمكنك من رؤية الألوان.